أنا وزينب بآخر فقرة، يعني فقرة جدا جميلة زينب معك. أكيد يعني ختامها إن شاء الله يكون طاقة إيجابية ومسك للكل. اليوم نحكي عن موضوع سالي عم نشوفه كتير بالمجتمع، صح، القلق والتوتر. توتر نتيجة هذا اللي عم ينعكس سلبا على العلاقات الاجتماعية، على صحة وجسد الناس. حتى نحن أحيانا بنكون مثلا الصبح بنقول لك إنه متوترة اليوم، نهارك كله بيكمل متوتر. صح. اليوم بدنا نعرف مع ضيفتنا إذا فينا نحول هي الحالة العامة اللي عم نعم نشوفها اليوم بسبب يمكن الظروف اللي عم صح نعيشها، إن كانت اجتماعية اقتصادية، لطاقة إيجابية، لأمل، لتفاؤل، أيا كان شيء. بس في بعض الأوقات الأمل فينا حتى نقدر نستمر بهالحياة ونكمل. أكيد غالية البغدادي اليوم رح تعطينا تفاصيل، وهي أخصائية بعلوم الطاقة. يسعد صباحك يا غالية، حبيبة قلبي، اشتقنا يسعد لك. صباحك، تسلمي لي وأنا أهلا اشتقت وسهلا، لكم أهلا حبيبتي، وسهلا. خليلي صباح الطاقة الإيجابية غالية اللي دائما نحن يعني بنبدأ نهارنا فيها، والمفروض إنه نبدأ نهارنا أكيد فيها لنقدر شوي هيك نتجاوز كثير قصص نحن عم نمر فيها. ضغوطات الحياه اللي نحن عم نمر فيها غاليه هي ما أنا بعيده عن اي شخص مدرك وعاقل وعم نمر فيها جميعا. مثل ما بيقولوا كل حدا له حمل هيك، ولكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهون نحن امام مرحله من ذاتنا بننطلق فيها. احكي لنا عنها، كيف فينا نحن نتغلب عن هالطاقه السلبيه، نخفف توترنا؟ تماما. هلا اذا بدنا نعرف بس التوتر او القلق شو هو. هلا التوتر هو او القلق هو حاله نفسيه بتصيب اي شخص عم بيفكر باي شيء جديد او ماضي او حتى حمل عليه. هلا احيانا بيكون التوتر ممكن يكون يعني له صح، يعني نحن لازم انه نكون متوترين بمواقف معينه. صحيح. يعني مثلا بدك تقدمي على شغل، تماما، بدك تقدمي على شغل جديد، بدك تعملي شيء جديد، بتكوني عم بتفكري انه هل حيزبط، هل ما حيزبط. بس احيانا بتكون الحاله هي لا، حاله مرضيه. لما انا اذا وجعني راسي معي شيء مرض، اذا انا عم صار معي قصه لا معناتها هيك. هون نحن صرنا لا، نحن صرنا بوسواس. فانا بدي اعرف كيف بدي اتغلب على هذا الشيء، لانه كل ما زادت كل ما فتنا بحالات اصعب وممكن تؤدي فينا لارتكاب جرائم. يعني احيانا من قفا توتر كثير عالي وقلق عالي ممكن نحن نرتكب جريمه بنكون مو بالوعي اللي نحن لازم نكونه. فبدنا ننتبه كثير وفورا نعالج هي الحاله. هلا نحن لعلاج التوتر او لعلاج هي القلق بشكل عام، اول شغله انا بدي اقعد مع حالي، بدي افكر طب انا عندي توتر، طب ليش؟ شو السبب؟ شو الشيء اللي عم بيوديني لهون؟ اذا ما عرفت حل للمشكله انا مستحيل اقدر بدل القلق لشيء ايجابي. اول شغله انا بدي الاقي الحلول، شو ما كانت. مثلا مقدم على شغل جديد، متوتر، شو بدي اعمل؟ لا، انا بقعد في ورقه، في قلم، انا عندي خطه بدي امشي عليها، واحد اثنين ثلاثه، بتلاقي تلقائي هالخوف اللي عندك او هي القلق فورا اتلاشى. هي شغله. الشغله الثانيه مثلا انا عندي مثلا حاله، هلا اكثر الناس عم نلاقي التوتر عندهم بسبب المرض، يعني فبتحسي على طول تبع من الخوف وكذا. هلا نحن بدنا ننتبه من هذا الموضوع. انا مثلا عم عاني من عارض صحي، تمام، رحت لعند طبيب وقال لي انه كله تمام، تاخذ الدواء بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثه في تحسن. انا بدي يكون عندي الصبر، ما بدي اقعد اسمع جارتي واختي ورفيقتي لا هيك ما بصير، وانت معك هيك وهيك ما بصير، انت ما وصير افتح على اليوتيوب وشوف هالفيديوهات اللي هي هالمرض لوين بيودي ولوين. هون انا عم بالفعل عم فوت حالي بحاله توتر وصدمات عصبيه. حتى انا بدي على طول لاقي الحل، بدي احاول هدي الامور. اذا كنت واصل لمرحله من التوتر اللي كثير عالي، فورا بروح للتنفس الطاقي اللي انا على طول بحكي عنه، اللي هو الشهيق لحتى ينتفخ البطن، بحبس النفس شوي، بعدين بعمل هذا الزفير يلي هو بالفعل بخلصنا من التوتر. فيني اقول 70%، يعني يكون بس شويه وعي ما نحمل القصص. اكيد غاليه، يعني اليوم خلينا نحكي شوي عن كمان الشباب. اليوم في عندهم قلق وتوتر، بتلاقيهم اكثر شيء متوترين بسبب ظروف مستقبل، خوف من المستقبل، بعضهم لأنه ما أنجز عمل ما أو صار في عرقلة من ما. هذا النوع من التوتر ما بعرف إذا هو مؤقت أو بس تنفرج ممكن ينحل، ولكن التعويض أيضا النفس على هذا التوتر، يعني في شيء اسمه أنه أنا عملت اللي علي وتاركه على الله. ففي نوع عم يتحول لتوتر دائما، لازم تزبط هالشغلة، إذا ما زبطت تعمل له توتر عم بيأثر على كل الجو المحيط فيه.
فخبرينا كمان كيف ممكن نتعامل مع هي الحالات، وخاصة عم تشوفها الأمهات عند الشباب الصغار اللي هلأ بعدهم مبلشين مستقبلهم. تماما. هلأ إحنا عندنا مشكلة، وهي يمكن هالمشكلة هي صلى تقريبا 10 سنين، اللي هي بوسائل التواصل الاجتماعي لما صارت بمتناول الأطفال والكبار، لما عم بيشوفوا شيء وهن ما لهم قادرين يعملوه على طول عم بيحس حاله هذا الشخص إني أنا ناقص، إنه أنا عندي نقص، طب أنا ما عم بقدر أعمل، أنا ما عم استوى شغلات كتير بسيطة، يعني في صبايا ما عم بقدر ألبس، ما حملت مثلا الموبايل كذا، ما عملت كذا، هذا الشيء عم بيوديهم لحالة لأي متوترة ومعصبة. هو هذا الشيء من ولا شيء، يعني أنت عم بتفوتي حالك بطاقة سلبية، ومع الأيام حتقلب معك لطاقة مرضية، وهو بالفعل توترك يعني عم بيكون لشيء فاضي، يعني نحن عم نتابع أمور الناس ونسيانين أمورنا. صح. عم نلحق هاد شو عمل وهاد شو عمل تماما، وعم ننسى أمورنا اللي أنا الحمد لله عم بحكي عم بمشي عم صحتي. صح. تمام، أموري تمام، عندي سقف مقاويني. صح، عنا متطلبات وعنا أمور، بس قدر المستطاع ننبسط بالشيء الموجود. صدقيني إذا ما اقتنعنا وانبسطنا بالشيء الموجود عنا لح نفقد حتى الشيء الموجود. صحيح. يعني كتر النق والحكي ومتابعة وهاد عمل وهاد راح وهاد لبس، هذا اللي عم بيوصلنا لهالحالة. طب أنا اقتنع بالموجود، هو مبسوط فيه، وقول الحمد لله، طاقة الشكر والامتنان بتعطينا أروع طاقة إيجابية بالحياة، وهي اللي بتعمل لنا مع الأيام الخير والوفرة. أما أنا لما أضل عم بحكي ونق وكذا، أنت عم بتروحي الشيء الموجود عم تفقديه، وعم بتوصلي لمرحلة تلاقي حالك بالفعل بالنهاية أنت ولا شيء ولا بتملكي أي شيء بسبب هي الطاقة اللي أنت حملتيها. نعم. بدنا نكون واعيين لطريقة تفكيرنا. صحيح. بدنا على طول ننبسط بالشيء القليل الموجود عنا، نحاول نحنا نكبر منه ونخلق منه حالات حلوة. بالنسبة لحكيتي شغلة كتير حلوة زينا، اللي هي الأمهات. بالفعل عنا الأمهات هن أحيانا يلي بيحملوا الأولاد هي الطاقة. صح. يلي بتكون هي على طول بالبيت عم بتنق ما عنا وناقص وهيك بدنا، والجارة راحت وهي صيفت وهي عملت، فبتحسي انه ايه عم نلاقي عند الأمهات، فبتطلع هيك بتلاقي الولد قاعد عم بيتطلع، فبيبلش هو رفيقي جاب طابة ونزل على الملعب وراح عمله، طب هو شو عمل، وبتجي أمه بالآخر بتقتله حاجتنا انت عم تعمل. طب انت اللي حملتي هاي القصص، يعني انا بدي اكون واعي حتى للكلمه اللي عم اقولها لاطفالي، لان انا عم بيطلع هذا الطفل عم بيصير شاب مع الايام، عم بيكون عنده عدم الرضا، وبيوصل لمرحله قد ما حاولوا اهله يبذلوا مجهود وينقصوا من حاله لحتى يعطوا، بيضل عنده هو خلص تعود انه هو ناقصه شيء، فهي مشكله بحد ذاتها يعني. اكيد، ودائما عن جد هو شعور بالراحه النفسيه، بس الانسان يقتنع باللي عنده، مو ضروري انا اطلع، يعني عن جد بنشوف كثير السوشيال ميديا ملانه، ان كان ثياب فاشن قصص، الحمد لله دائما بنقول متما الانسان هو مقتنع بحاله فهو مرتاح وبيريح حاله، يعني بالعكس هو بيعطي لحاله سلام داخلي، يعني عن جد احيانا المقارنه جدا، يعني انا بعتبرها انه ما نصح، غير انه بشغله واحده هي بالعلم والدراسه فقط، انه قارن واحد بالمعرفه، العلم والمعرفه. لانه سالي في اشياء مبالغ فيها، يعني لما بتشوفي انت بتكوني قاعده بتفتحي بتشوفي شاب عمل لخطيبته بالمطعم الفلاني وحط كذا وعمل، فبتلاقي كل الصبايا بلشت يلا على خطيبها شوف شوف شو صار شوف شو بتوصل لمشكله، ممكن يكون هي كلها كذبه يعني. غلط. فبدنا ننتبه لهذا الشيء، ما حدا بيعرف صوره الاخر تماما، يعني ما نكون منجرين احنا بس قفا شيء هو يمكن ما صورة صورة ما بيعرفوا شو خلفها تماما، فما بتعرف انت شو الخلفيه اللي وراها، فنحن بس بالفعل بهذا الوقت نحن بالفعل كثير عم نلاقي عم بينجروا، يعني عم يشوفوا هدول الظواهر اللي عم بتصير وعم تنجر. هون بنقول يا ريت المقارنه تكون بالناحيه العلميه اكثر. اكيد يعني طبعاً. انا دائما عن جد بالناحيه العلميه بقول انه يا ريت نحصل، يعني اللي سجل ماجستير حلو منوصل، بس مو يلي عمل حفله او يلي طلع مثل ما قلتي صيف هون بيكتئب لحاله ونجواته. تمام. يعني كمان خلينا نحكي كيف فيها ايضا الام بالمنزل هيك مع اولادها تشرح لهم ظروف الحياه بمحبه، تقول لهم بدل ما نروح على المطعم فينا نعمل الاكله بالبيت، ايضا كمان احنا هلا ما فينا ننفصل عن الواقع، خلينا نحكي عن هذا الموضوع. صحيح تماما. هلا اكيد هلا وقبل وبكره في فئات معينة من الناس هذا بيقدر هذا ما بيقدر، هو مو شيء جديد، يعني ليش نحن عم نطلع انه هلا، لا من زمان كان في ناس تقدر تروح مطعم، في ناس ما تقدر تروح، في ناس بتعمل وفي ناس ما، بس ما كان يعني انه مسلط الضوء على هذا الموضوع، لانه كنا يمكن بنوعا ما مغيبين او ما في هالوسائل التواصل الاجتماعي اللي تورجيكي كل هالقصص، بس الدنيا بكل يعني مجتمعاتها وبكل عصورها اللي مرت فيها عطول نحن بنلاقي هيك وهيك،
بس هلا بهالفتره بالذات انه تسلط الضوء كثير، فصارت الناس كثر النق وكثر انه بدها وكثر. هلا حكيتي شغله كثير مهمه، الام كيف فينا تدبر امور البيت او تكون اداريه بالبيت. هلا اول شغله بدها تكون هي مقتنعه، يعني ما فيها الام بدها تدير امور بيتها وهي ما هي من الاساس مو مقتنعه، انا بدي اعمل انا بدي اساوي. طب كيف بعدين بدها تقنع اولادها؟ بيكون هي عندها القناعه تمام، هي حابة الظروف اللي هي فيها شو ما كانت لو صعبة. أنا لما بدي انبسط أنا بخلق لحالي جو، يعني إن أكلت بمطعم ولا أنا عملت وجبة بالبيت لو شو ما كانت، بس عملت جوي، شعلت لهم شمعة صغيرة، قعدنا ضحكنا عملنا، بخلق الجو للراحة. وعطول بشرح لأولادي إنه أنا ما بشرح أني أنا ما عم بقدر ولأنه ظروف، لا، الولد ما بيعرف هيك. الولد بيعرف شغلة واحدة إنه هون أحلى، نحن قاعدين بالبيت أخذين راحتنا أكثر، عم نضحك عم نمزح عم نلعب كذا، أفضل ما نطلع لبرا، برا مثلا بدنا نقعد كذا أمراض. تمام، يعني تحاول توصل له فكرة معينة، أما ما تضل توصل له فكرة، يعني هي اللي عم بنعاني نحن منها هلأ مع الأطفال، فكرة النقص انه نحن لانه ابوك كذا فنحن ما بنقدر كذا لانه نحن هيك. هي المشكله اللي عم بتكون، فبتحسي الطفل عم بيحملها الفكره، بس يروح على المدرسه عم بيطلع على الاولاد مثلا بيلاقي حامل مثلا ماكولات معينه غالي، بيقعد بيطلع هيك انا ما بقدر لانه انا بابا هيك لانه انا. فانت وصلتي له فكره غلط، نحن بنحاول نوصل له الفكره يلي هو يفهمها بس بطريقه تكون مدروسه، ما نحاول نوصل له فكره انه انت اقل من غيرك، لا، انه نحن لو هيك نحن مبسوطين نحن مرتاحين نحن الحمد لله. يعني في كثير اساليب الام فينا تعملها بالبيت ويكونوا الاولاد كثير مبسوطين، نعم، وتوصلهم للسعاده. يعني مثل ما قلتي يا غاليه، يمكن بابسط التفاصيل فيها كل عيله انه تعمل جو راحه، لانه نحن بحاجه هذا الجو الحميمي للعيله والراحه النفسيه اللي تخلقه. يمكن الام هي المدبره الاولى لهي المواضيع، انا هي اكثر وحده معنيه بهموم اولادها خلينا نقول. واليوم ما كل حدا مثل ما قلنا ينجز اللي عليه، يؤدي واجباته ويتكل على الله، يعني دائما يقول الخير فيما اختاره الله، حتى يقدر يكمل حياته بقناعة ويتخلص من شعور التوتر والقلق. نحن بنتمنى لك نهار كتير حلو مثلك وهيك خالي من التوتر، بما انك شفتينا وشفناكي اكيد في طاقة ايجابية. حبيبة قلبي، حبيبي، شكرا كثير لك يا غالية، نورتينا. حبيبة قلبي، تسلمي. يعني يا غالية بنتمنى لك كل التوفيق، وفعلا بنقول دائما نحن غير منفصلين عن الواقع، ودائما والشيء اللي نحن هلا عم نطرحه او عم نحكي كافكار هو مو مجرد بس انه نحن بس لمجرد انه نحن نحكي او نعبي وقت، هو شيء بفيدنا لنا وبفيد ايضا مشاهدينا. كل الشكر لك غالية حبيبتي، تسلمي لي.